اسمي كوكو، صار لي 14 سنة وكان بشتغل عند كفيلة. ودا كتير انه بلبنان كتير صعبة، ما في دولار، ما في شغل كمان، ما في كتير. وهلا كفيلة ما بيقدر يعمل لي دولار، لازم انا خلص اجت لي هالفكرة اشتغل هيك ولا تلا ما يعني لا تلا مصروفي لا تلا معاشي. فترة الـ الاقتصاد يعني الـ ما كان منيح، يعني عايشت معنا فترة الفرح والحزن كانت موجودة معنا، يعني بقى تأقلمت مع جونا وصارت من العيلة. وأكيد مش حابة تفل من لبنان، لأنه أول شيء لبنان هو البلد اللي بتحب تعيش فيه غير بلدها يعني. وإذا ما اشتغلت بلبنان ما بتقدر تبعت مصاري لأهلها لبرا، مثل حيالله لبناني عايش برا عم بيبعت مصاري، عم بيشتغل برا وعم بيبعت مصاري لأهله، يعني هي ذاتها. كثير لبنانيات بيقولوا لي شو بدنا ندوق قهوة اثيوبيا، انه قهوة اثيوبيا بيقعدوا يعني بدها وقت شوي، يعني بدها شي نص ساعة مع ديكور تبعها، مع انه تعمسيها وترجعي بدقيها وترجعي تعمليها، بدها تاكل شي نص ساعة. بحبوا بيقعدوا بيعملوا يعني بينبسطوا. بعت لهم عقاني في روز من الصبح، أول مرة اجوا ما بعرف كثير كانوا، كل واحد بينزل لي يعني انستغرام وفيسبوك وهيك عم بيعملوا لي شير شير شير. قال صاروا تعرفني كل العالم، كلهم عم بيجوا عم يسألوا عني. بحب القعدة هون، أنا دوّن هون على طول، بيجي بشرب قهوة هون على طول وبتسلى شوي. أكثر جملة علقت براسي إلا إلا هو وثورة ثورة، علقت إنه بضل أنا كنت ضل وقتها بالنوم كان بقول إلا إلا. يعني أكيد لازم يكون نظام الكفيلة مثل يعني يكون حرية أكثر. في ناس ما بيسكروا عليهم باب، بيسكروا عليهم جراج، ما بدهم ياكلوا مع رفقاتهم، ما عندهم تليفون اوكي، بس قطع رفيقتها بالهيدي بوج ما فيها تاكيها، انه وقت تكون بتزعلي كل شيء بتكبها حالها من فوق.